السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دلوقتي بإذن الله مع السيشن رقم 2 من مادة الـ 175 البارت الأول. هنتكلم على أنظمة الـ ICT System اللي موجودة في حياتنا اليومية. الجدول الموضح أمامكم هيذكر لي الـ ICT System أو الـ Communication عموماً، وهيشرح لي الـ Devices أو الـ Systems اللي موجودة فيها. على سبيل المثال، قراءة المعلومات المرتبطة برحلات القطار في محطة القطارات. طبعا ايه الاجهزة اللي هكون موجودة فيها؟ عندي لوحات اعلانية لعرض البيانات اللي هي الالكترونيك نوتيس بورد علشان تعرض لي الانفورميشن، وبيكون في شبكة كمبيوتر بالمحطة اللي بتربط ما بين النوتيس بورد ديت وبتعمل عملية updating للمعلومات. يعني مثلا زي ما حضرتك بتدخل اي مطار من المطارات بتلاقي فيه لوحات اعلانية فيها قدوم الرحلة الساعة كام، البوابة اللي بتطلع عليها وشوية معلومات عنها، واللوحات الاعلانية دي بتكون متوزعة في المطار كله وبيتم تعديلها اوتوماتيك. النظام التاني هو دخول حضرتك ل المبنى اللي موجود فيه مكتبك. يفترض انه عشان تدخل محتاج ان يكون معاك بطاقة ممغنطة عليها باركود، زائد انه بيكون فيه جهاز لقراية البطاقات اللي هو الكارد ريدر عند الباب، وكمان بيكون فيه شبكة من اجهزة الكمبيوتر علشان تتأكد ان حضرتك مصرح ليك بالدخول للمبنى. النقطة اللي بعدها، لو بتبعت ايميل لصديق من جهاز كمبيوتر الخاص بالشغل، يبقى سيادتك محتاج الكمبيوتر بتاعك ومحتاج ان يكون فيه شبكة بتربط الكمبيوتر بتاعك بكمبيوتر صاحبك. السيستم اللي بعد كده، لو انت بتعمل مكالمة تليفونية من التليفون الارضي، يبقى محتاج جهاز التليفون نفسه ومحتاج خط تليفون متوصل باللوكال اكستشينج اللي هو السنترال الخاص بيك، وطبعا بيكون في مجموعة او شبكة التليفون نفسها. المعلومات اللي موضحة او اللي انا بقولها دلوقت بتيجي في الواجب على شكل انه بيديك سيناريو ويقول لك ارسم لي البلوك دياجرام بتاعه، فانت بتحاول تعرف العناصر اللي موجودة جوه السيستم ده بتكون ايه. النوع اللي بعد كده بيقول اللي لو حضرتك بتبعت رسالة SMS باستخدام الموبايل فون، يبقى انا هستخدم موبايل فون تليفون وفيه وايرلس كونكشن اتصال لاسلكي لشبكة التليفون اللي هي الموبايل فون نتورك او شبكة المحمول. بعد كده بيقولني لو بتلعب لعبة كمبيوتر مع اصحابك اونلاين من جهاز البيت مثلا، يبقى محتاج البيرسونال كمبيوتر جهازك الشخصي، محتاج خط تليفون ومحتاج مودم او نتورك كونكشن. طبعا هو هنا بيتكلم على التليفون والمودم ايام الاتصال اللي هو كان عن طريق التليفون اللي هو الدايل اب، انما دلوقتي كله شغال DSL او شغال شرايح بيانات. طبعا انت محتاج علشان تلعب محتاج انترنت هتوصل ما بين جهازك وما بين الأجهزة الخاصة بأصدقائك مثلا. النظام اللي بعد كده علشان تعرف البنك بالانس من ماكينة الـ ATM، عايز تعرف بيانات الحساب والرصيد الخاص بيك عن طريق جهاز الصراف الآلي، يبقى انت محتاج ان يكون معاك بنك كارد البطاقة، محتاج البيرسونال ايدنتيفيكيشن نمبر اللي هو الرقم السري بتاعها، محتاج ان يكون في ATM ماشين اللي هي الماكينة نفسها، والماكينة دي هتكون متوصلة بمجموعة من الماكينات وشبكة من اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك اللي بيكون جواها معلومات الكاستمرز او العملاء بتوعي. لو حضرتك عايز تشوف جهاز، تشوف التلفزيون، فالمفروض ان انت محتاج التي في ومحتاج ريموت كنترول ومحتاج اريال طبعا، او ممكن تكون بتستخدم كيبل لينك لو انت بتستقبل القنوات. زي طبعا في امريكا بيبقى التلفزيون عن طريق وصلات مركزية،
يبقى محتاج انت تي في، محتاج ريموت كنترول، محتاج اريا، او محتاج اللي هو الكيبل لينك، وطبعا ممكن يكون في اشتراك بالبرودكاستنج شانل، قنوات بس تلفزيوني. نيجي بقى الموضوع مهم جدا، وهو دراسة تأثير الانفورميشن كوميونيكيشن تكنولوجي على الفاينانس او العناصر او الجهات او القطاع المالي. فاول حاجة عندي بيقولني لو سيادتك بتستخدم الفيزا كارد، بطاقات الفيزا كارد في عمليات الشراء، هيتم نقل المعلومات اللي موجودة من البطاقة للبنك. ليه؟ علشان البنك يتأكد من هويتك وان انت ليك الصلاحية للقيام بالعمليات المصرفية المطلوبة. يعني ممكن تكون البطاقة بتاعتك واقفة، ممكن ما يكونش ليك رصيد يكفي العملية المطلوبة. يبقى اول حاجة ممكن هنستخدم بطاقات الفيزا كارد، هتشتري اونلاين او عن طريق التليفون او حتى عن طريق الصراف، الماكينات اللي موجودة في السوبر ماركت. في كل مرة انت بتشتري حاجة المفروض انه بيحصل عملية authentication، وبنتأكد من البالانس، الرصيد الخاص بيك. النقطة التانية هنتكلم على الـ ATM، ماكينات الصرافة. ماكينات الصراف دي بتديني إمكانية إن أنا أسحب الأموال من أجهزة الصراف، وبتنفذ كل العمليات، يعني تعرف الرصيد، تحول لأشخاص، تضيف مستفيدين وغير ذلك من العمليات. فهنا بيقول لي إن الـ ATM بتسمح لك إن أنت تشيك على البنك بالانس أو تعمل withdraw، يعني تسحب الكاش زي ما أنت عايز. وبيقول لك هنا إن الماكينات دي متوصلة بشبكة لـ central computer، جهاز مركزي بيسجل العمليات دي أو البيانات دي كلها في قاعدة بيانات. طبعا ده استخدام الـ ATM أو استخدام الإنترنت بيقلل من عمليات زيارة العملاء للبنوك. يعني عشان تعمل إيداع لشخص أو تحول من حسابك لحساب أحد الأشخاص، مش محتاج أن أنت تروح للبنك، ممكن تروح على الـ ATM وتنفذ العمليات اللي أنت عايزها. البند رقم 3 Security Issues، اللي هو بيقول لي هنا أنه عملية المبيعات أو عملية العمليات المصرفية وكون انها بتتم على الانترنت، بقى فيه خوف من انه اي حد يعمل هاكينج على السيستم ويسرق الفلوس دي او غير ذلك. فبيقول لي انه تم ابتكار مجموعة من البروتوكولات علشان نزود السيكيورتي ونقاوم الانواع الجديدة من الاحتيال والتزوير. من اشهر البروتوكولات بروتوكول اسمه سيكيور سوكيت لاير. يبقى بند السيكيورتي ايشو هو بيقول لي هنا ان الخدمات المصرفية انتشرت وتغيرت كتير جدا في خلال السنوات السابقة كنتيجة لتطوير الـ ICT system، وبالتالي بقى موضوع السيكيورتي ده مهم جدا علشان نقلل ونتخلص من الفرود اللي هو الاحتيال والتزييف. طبعا ده ادى لابتكار بروتوكولات زي Secure Socket Layer. البند اللي بعد كده اللي هو Booking Online، عملية حجز الرحلات عن طريق الانترنت من غير ما يكون في وكيل للسفر. كل اللي بيحصل حضرتك بتدخل على موقع الشركة نفسها، تحجز الرحلة اللي انت عايزها، عدد المقاعد، الميزات اللي انت عايزها، وتدفع بالفيزا كارد او عن طريق البنك بتاعك. يبقى هنا بيقول لي الانترنت سيستم changed the rule، غيرت الوظيفة الخاصة بوكلاء السفر اللي هو travel agents. بقى الأشخاص غالبا دلوقت يقدروا يحجزوا رحلات الطيران أو أي نوع من أنواع الرحلات مباشرة من موقع الشركة. This intermediation هو قصده بيها انه فيه بعض الوظائف اختفت تماما نتيجة الاعتماد على الانترنت، زي مثلا اللي هو الاشخاص او مندوبين المبيعات لشهادات التأمين. يبقى هنا بيقول لي some type of business have disappeared completely، اختفت تماما زي الاونلاين والكمبيوتر based information،
ودي اللي لغت مين؟ اللي هي الدور تو دور انشورانس سيلزمان. يبقى دلوقتي اللي هو عايز يقوله انه تم اختفاء او بعض الوظائف تماما نتيجة الاعتماد على الانترنت. كان زمان اللي بيحصل مثلا انه مندوبين المبيعات بياخدوا عينات من المنتجات ويروح يلفوا بيها على البيوت. المبدأ ده اتلغى دلوقتي، ممكن يكون موجود بس في حاجات محدودة. كمان بيقول لي انه فيه بعض انواع البيزنسز زي المزادات اللي هي الاونلاين اوكيشنز، كما في حالة الاي باي بدأت تنتشر. ده غير انه الاكزيستنج بيزنس تايبس اللي هي تحول بعض الاعمال اللي موجودة دلوقت الى الانترنت، كما في حالة موقع الامازون. يعني مثلا هو بيتكلم هنا على البوك سيلرز اللي هي المكتبات زي مكتبة جرير او الامازون او غير ذلك من الكتب او دور الكتب، بقت بتستخدم الانترنت بصورة افضل. اللي بعد ذلك بيقول لي الانترنت تكنولوجي امباكت اون اور لايف، تأثير الانترنت تكنولوجي عموما على حياتنا احنا كبشر. اول حاجة بيقول لي انه البيانات او المعلومات اللي موجودة او المواد المنشورة على الانترنت بتعكس اختلاف الاراء ما بين صفحات رسمية لشخصيات او اشاعات او حتى حاجات مزيفة مثلا. يبقى هنا بيقول لي online information resources اللي هي المصادر المعلومات، وبيقول لي ان الماتيريالز الموجودة على الانترنت reflect بتعكس اختلاف وجهات النظر اللي موجودة عندي من official new bulletins من المنتديات البيانات الرسمية او من حاجات رسمية الى الاشاعات اللي هي الرومرز، او كمان من الحاجات التجارية الى الكوميونيتي بورتلز. البند اللي بعد كده بيقولني communication with other، طبعا وجود الانترنت سهل عملية الاتصال ما بيننا وبين بعضنا. مثلا زمان كان اللي بيحصل الناس بتستخدم البريد اللي هو الورقي، كانت بتستخدم الاتصالات التليفونية وفقط، انما دلوقتي بقوا يستخدموا الايميل او يستخدموا الانستنت مسجنج زي اللي هي رسائل الواتساب مثلا، او ممكن يستخدموا ديسكشن جروبز اللي ممكن نعتبر انها هي الاصدار الاولي من المنتديات. بعد كده بيقول لي نيو اونلاين كوميونيتيز، طبعا هنا دي اللي هي زي منتديات الجامعة. النقطة اللي بعدها بيقول لي issues of identity and security، بقى في هنا مشاكل سرقة وانتحال الشخصية، وده طبعا اللي بيؤدي الى تغيير شكل مشاركة البيانات وطرح نقاشات حوالين تنظيم المحتوى وحقوق الملكية زي الافلام والميديا. اللي قصده به في النقطة الاخرانية مثلا زي عملية مشاركة وتحميل الافلام عن طريق التورنت. حضراتكم عارفين انه فيه مواقع مشهورة جدا اصحابها اتحكم عليهم بسنين كبيرة. ليه؟ لانه بيشيروا الملفات. الشركات اللي هي زي سوني او زي شركات هوليود بتروح تقدم بلاغات في الاشخاص دول، وبعدين بيحصل لهم مشاكل قانونية. نيجي للبند اللي بعد كده بيقول لي الـ ICT system impact on entertainment، تأثير الـ information والـ communication technology system على عمليات الترفيه. طبعا دلوقت اللي حصل انه بقى فيه البث الرقمي. كان زمان البث اللي موجود كان ديجيتال برودكاستنج، كان عدد القنوات التلفزيونية محدود، وكان حتى جودة البث التلفزيوني كانت محدودة جدا. لكن دلوقت كله شغال ديجيتال، فبقى فيه جودة اعلى، قنوات تلفزيونية اكتر. الحاجة التانية بيقول لي انه فيه كاميرات رقمية وفيه برينترز وسكانرز، بقى كل الناس بتقدر تصور، وده اللي أدى لانتشار موضوع زي انستجرام وغيره من الخدمات الاجتماعية. كمان هنتكلم على الألعاب، ألعاب الكمبيوتر اللي موجودة عندي اتطورت، وده أثر على معدات الكمبيوتر عموما من كروت شاشة وشاشات نفسها وحتى كروت الصوت والخدمات اللي بتوفر الألعاب والشركات اللي منتجة ليها. اللي بعد كده
ICT systems impact on public service اللي هو تأثير على الخدمات العامة. هنا بيقول لي ان الالكترونيك في حالة الـ health area في حالة المجال الصحي او القطاع الصحي بقى عملية تبادل الملفات او السجلات الطبية للمرضى عن طريق الانترنت سهل جدا. يعني حضرتك بتدخل مستوصف تاخد ملف او الملف بتاعك بينبعت من الاستقبال ينبعت للدكتور مثلا الجهاز الهضمي وبعد كده نفس الملف بعد تحديثه بيروح لدكتور تاني وغيره او ممكن الملفات دي بيتم تبادلها ما بين المستشفيات وبعضها. يبقى اول حاجة في حالة الهيلث اريا القطاع الصحي فان الالكترونيك بيشنت ريكورد اللي هي السجلات الطبية للمريض بيتم مشاركتها بيحصل لها شيرينج ما بين الأقسام اللي موجودة في المستشفى أو ممكن ما بين مثلا مستشفيات مختلفة داخل نفس القطاع الصحي. كمان بيقولني إنه في حالة بعض الأماكن اللي هي النائية الدكاترة ممكن يستخدموا أجهزة الكمبيوتر ريموتلي ويتعرفوا على المرضى. يعني ده مصطلح بيسموه تيلي ميديسن. انا ما اقدرش اجيلك للمريض فالمفروض انه في عيادة موجودة في دولة مثلا فقيرة والدولة دي موفرة كاميرا والمريض بيقف قدام الكاميرا وبيعينه دكتور موجود في المانيا او انجلترا مثلا. يبقى هنا بيقول لي في بعض الاماكن خصوصا الاماكن النائية البعيدة الدكاترة اللي موجود عندي هيستخدموا اجهزة الكمبيوتر وشبكتها علشان يحللوا او يعملوا دياجنوسيس للتعرف على حالة المريض والامراض اللي موجودة عنده وعلاجه. الجزئية دي هندرسها في الترم الثاني في موضوع التيلي ميديسن والتيلي هيلث. في حالة الترانسبورتيشن اريا احنا ممكن ناخد معلومات عن الرحلات مواعيد الاقلاع بتاعتها ومواعيد الهبوط بسهولة عن طريق الانترنت. كمان بيقول لي معظم الخدمات العامة متاحة الان عن طريق الانترنت في حالة بريطانيا. طبعا هو كان بيتكلم طبعا الكتاب ده قديم كان بقاله 4 سنين. معظم الخدمات دي موجودة دلوقتي في المملكة مثلا ومعظم الدول العربية بدأت تطبق الموضوع ده. فهو بيقول لي هنا ان الخدمات العامة متاحة عن طريق الانترنت. على سبيل المثال ان سيادتك تجدد الباسبور الخاص بيك او تطلب واحد جديد، تحجز اختبار القيادة، تملى موضوع الضرائب او الاستمارات بتاعت الضرائب، ممكن كمان تبلغ عن مشتبه بيه للـ MI5. MI5 دوت اللي هو جهاز الاستخبارات البريطاني. ممكن كمان تدرس وتتعلم أونلاين زي ما بيقولوا في الأرب أوبن يونيفرستي. بعد كده بيقول لي إيه discuss ways، ناقش لي مجموعة من الطرق اللي بتغير حياتك أو اللي غيرت حياتك نتيجة استخدام الـ ICT system سواء في الشغل أو في التعليم أو في البيت. يبقى هنا بيقول لي discuss ways in which your own life حياتك الشخصية اتغيرت كنتيجة لاستخدام الـ ICT system. فهو بيقول لي هنا معلومة شوية كده، بيقول لي انه في حالة الـ information resources انه لو عندي children اطفال وبينفذوا او بيحلوا واجب فالمفروض ان الاطفال دول بيعملوا research يبحثوا على المعلومات على الانترنت بدل ما يستخدموا الكتب الورقية اللي هي التكست بوكس. طبعا ده بقى أفضل وأسهل، لكن في مشكلة إنه بعض المعلومات ممكن ما تكونش مظبوطة. الحاجة التانية بيقول لي العمل من البيت طبعا زي نظام الفريلانسر، إنه يكون عندك كمبيوتر ويكون عندك كل الخدمات موجودة في الكمبيوتر تنفذ الشغل بتاعك على جهازك وتبعته للعميل، وده بيعمل cut down يعني بيقلل زمن النقل اللي هو traveling time. اخر بند عندي بيقول لي الـ ICT system في البيت، وبيقول لي ان معظم المنازل في بريطانيا بتحتوي على مجموعة من الانظمة زي الانترتينمنت انظمة الترفيه او الاضاءة والامان وانظمة التسخين،
وبيتكلم هنا على مصطلح بيجي اختياري اسمه سمارت هوم. هو عبارة عن منزل يمكن التحكم بكل محتوياته من خلال الانترنت. محتوياته مقصود بها الأنظمة اللي فيه، يعني مثلا تشغل أو تطفي الجهاز من الأجهزة المنزلية عن بعد. على سبيل المثال هو بيقول لك لو حضرتك بعيد عن البيت وعايز تشغل السخان أو مثلا تشغل الاير كونديشن، يبقى المفروض هتتصل بالبيت أو تتحكم فيه ريموتلي بطريقة معينة.